نبيه طبعا مدرب المنتخب كابتن اسامه، برحب بيك طبعا وببارك لك انجاز كبير وانجاز عظيم بالنسبه لكل المصريين. اخيرا وصلنا لنهايات كاس العالم. الف شكر ليك، وبشكر قناه النادي الاهلي وبشكر النادي الاهلي على التكريم، ودي عاده النادي الاهلي ودايما بيكرم ابناء مصر وابنائه، فبنشكرهم طبعا على التكريم دوت. و مبارك طبعا للشعب المصري كله، الف 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 مليون مبروك، فرحه وفرحه كبيره للشعب كله بعد غياب، واحلى حاجه ان انت تحقق انتصار وتحقق انجاز يفرح بيه الشعب كله. ان شاء الله اللي جاي باذن الله يكون بتاع الشعب كله، والفرحه دايما تكون للشعب كله. ان شاء الله نشتغل ونتعب ونشقى زي ما اشتغلنا الفتره اللي فاتت، وباذن الله الشعب محتاج كتير مننا، واحنا باذن الله يا رب نكون دايما عند حسن ظنه ونسعده ان شاء الله. عايز احييكم على المجهود الكبير اللي انتم عملتوه على مدار الفتره الكبيره من ساعه ما مسكتوا او توليتوا مهمه منتخب مصر، رغم ان انتم واجهتوا العديد والعديد من الانتقادات، لكن كان في تماسك كبير جدا من منتخب مصر، وده كان شيء مهم جدا رغم كل الضغوطات اللي كانت عليكم. الثقه في الله والثقه في مجموعه العمل، طبعا الثقه الموجوده اصلا ما بيننا كجهاز فني واللي موجوده ما بيننا كلاعبين، هي دي اللي ادتنا الصبر والدافع والحافز ان احنا نشتغل ونتعب اكتر ونشقى اكتر. وكل ما كان بيواجهنا اي انتقاد او بيواجهنا اي صعوبات بيبقى عندنا رؤيه ان ربنا ان شاء الله هيكرمنا، وناس شغاله بشكل كويس، ولغه الارقام دايما ما كانتش بتكذب معانا، رقميا كانت الامور ماشيه معانا بشكل كويس. فاحنا كنا طبعا دايما بيزيدنا العزيمه والاصرار ان احنا نفضل متمسكين باللغه اللي هي مديانا النجاح، وبحاله اللعيبه اللي معانا اللي موجوده معانا اللي الحمد لله النهارده فرحان بتكريمهم قوي. ودي حاجه انا متاكد من ضمن حاجات كتير ان شاء الله مصر ما بتنساهاش، ومصر ما بتنساش ابنائها اللي حققوا لها تاريخ وانجاز. اتخيل ان هتبقى سلسله ان شاء الله من الانتصارات، وسلسله ان شاء الله من الاحتفالات، وان شاء الله باذن الله المرحله اللي جايه نهني النادي الاهلي باذن الله بفوزه بالبطوله الافريقيه، ومن ثم وصوله طبعا مباشره للمونديال العالمي للانديه باذن الله. ومصر لازم تتمسك بالمرحله دي بشكل كويس جدا وتستفاد منها بشكل كويس جدا على المستوى كل الاصعده، وده اللي احنا بنشتغله. احنا بنبقى نواه والامور كلها بتمشي ان شاء الله في نطاقها السليم ان شاء الله. احنا كمصريين بالنسبه لنا الفرحه كبيره جدا ان احنا خلاص وصلنا كاس العالم، لكن الجهاز الفني اهدافه من المشاركه في كاس العالم هتكون متمثله في ايه بالظبط عشان برضو جمهور مصري بعد؟ هتبقى في اهداف طبعا، لابد ان انت دايما لما بتحقق هدف الهدف الاخر بيتغير معاك يعني. ان شاء الله المرحله اللي جايه احنا طماعين شويه خلي بالك. طبعا لا لا لا، احنا ان شاء الله نخطط نفكر كويس وناخد اراء الافكار اللي احنا بنفكر فيها وننظمها بشكل كويس، نرتبها بشكل كويس. كل مرحله وليها احتياجاتها، ان شاء الله الاحتياجات المباريات اللي جايه باذن الله يكون لينا شكل وشكل كويس ان شاء الله في العرس الروسي باذن الله والمونديال الروسي ان شاء الله يعني. شكرا يا كابتن اسامه. شكرا ليك والف بشكرك، الف بشكرك. طبعا ده كان لقائنا الهام جدا مع كابتن اسامه نبيه مدرب منتخب